السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انت شايف الافتراضي في برنامج ريال تايم لاندسكيبنج اركتكت ان الجريد بيبقى صفر. طيب لو انا عايز اخفي الجريد هاجي هنا واقول له اخفي لي الجريد بالشكل دوت، وممكن تظهره وممكن تشغل السناب. يعني ايه سناب؟ يعني انا وانا برسم اهوت بعمل تجاذب للنقط بتاعت الجريد بالشكل دوت. فانا ممكن ارسم مثلا من النقطة دي للنقطة دي للنقطة دي للنقطة دي أول ما أقفل الشكل بيبدأ يتكون معايا. لو أنت نزلت آخر حاجة بتلاقي سناب أند جريد سيتنج، دي الإعدادات بتاعتهم، دي حاجة خاصة بالسناب إنيبل سناب. طب أنت عايز السناب لإيه؟ للجريد، للبوينت، للإتش، للميد بوينت، للبربنديكولار، وهكذا. وده التولرنس بتاعتها قد إيه. طيب يعني لما أجي أرسم هاوس ممكن الاقي تجاذب مع الاجزاء بتاعه المبنى نفسها ومع الجريد، وممكن اقول لا انا مش عايز الجريد، انا عايز بس اجزاء المبنى. فتيجي هنا ما فيش اي حاجه خالص، انما اول ما تقرب مننا يعمل سناب للبوينت دي، البوينت دي، الميد بوينت دي. تقدر تقول له لا انا عايز لي البوينت ومش عايز لي الميد بوينت. الانيبل ايج انجل سيت اب سناب الزاويه هتبقى قد ايه، لان هو ممكن وانت ترسم مثلا هنا تبدا ترسم حر، اول ما يقرب من الزاويه 90 يبدا يعمل لها تجاذب. جريد عايز اشوف الجريد ولا لا؟ سيبوا الجريد سناب هون هيدد. يعني انا ممكن مثلا الجريد مخفي بس في سناب ليه، تمام؟ يعني انا مفعله هو وشايفه بس لسه شغال الجريد. لا ممكن اقول له مش عايز يبقى فيه جريد خالص، فتبقى مش حر بالشكل ده. هنا الجريد سايز قد ايه، تقدر تحدد المسافه قد ايه، والميجر لاين افري هيبقى كل قد ايه. طيب خلينا نظهر الجريد بالشكل دوت. طيب انت عايز اللي هي الخطوط التقيله دي بينها وبين بعض قد ايه؟ مثلا بينهم بعض مثلا متر مثلا. طيب وفي خطوط داخليه كل قد ايه؟ مثلا كل ثلاثة، اوكي؟ اهو بين ده وده مثلا متر. خلينا نبدا بين ده وده مثلا هو 3 متر، وبينهم اتقسمت لثلاث قطع، يعني بينهم خطين. وبعد كده ده الجريد كلر، تقدر تغير اللون بتاعه مثلا لاخضر اهوت،